بعض الأمطار متوقعة في بعض مناطق المملكة وتوقعات تشكل الضباب في أجزاء أخرى. التفاصيل بعد هذا الفاصل. أحدث صور الأقمار الاصطناعية تشير إلى وجود اندفاع لكميات كبيرة من السحب والغيوم إلى الأجزاء الشمالية الغربية من المملكة القادمة من جمهورية مصر. بعض من هذه السحب يتخللها هطولا لبعض الأمطار، وتوقع أن تتطور فرص هطول الأمطار في هذه المناطق خلال الساعات القادمة. باقي مناطق تشهد ظهورا لبعض السحب المتوسطة والعالية خلال ساعات نهار هذا اليوم، بعض الأمطار الرعدية في أقصى المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية. النماذج الحاسوبية تستشعر وجود فرص لهطول الأمطار بشكل عام يوم الأحد، خاصة في جبال جنوب غرب المملكة، على شكل زخات رعدية التي قد تؤدي أحيانا إلى جريان في الأودية والشعاب في تلك المناطق. بعض الأمطار متوقعة في مناطق الطريف والقريات والأجزاء الشمالية من تبوك خلال ساعات نهار يوم الأحد بمشيئة الله تعالى. أما مع ساعات هذه الليلة، ليلة السبت الأحد، يتوقع أن يتشكل الضباب في الأجزاء الشمالية الشرقية من المملكة، تلك المتاخمة الحدود الكويتية، أيضا المطلة على الخليج العربي. أما ساعات ليلة الأحد على الاثنين يتوقع أن ينتشر هذا الضباب ليشمل أغلب المناطق الشرقية المطلة على الخليج العربي، بما في ذلك أيضا ربما مدينة الدمام ربما تشهد تشكلا للضباب في ساعات ليلة الأحد على الاثنين. تشكل الضباب طبعا يستدعي دائما الانتباه أثناء القيادة واتباع الإرشادات اللازمة، لأن ذلك يؤثر طبعا بشكل مباشر على الحركة المرورية. توقعات الأحوال الجوية خلال 3 أيام القادمة تكون يوم الأحد والاثنين والثلاثاء في العاصمة الرياض الأجواء مستقرة تماما، درجات الحرارة تتراوح ما بين 31 إلى 33 درجة مئوية في ساعات النهار، وتستقر تقريبا عند 21 درجة مئوية في ساعات الليل بمشيئة الله تعالى. هذه الليلة أيضا الأجواء لطيفة ومستقرة، درجة حارة 22 درجة مئوية، ظهور لبعض السحب والغيوم غير الممطرة تكون على ارتفاعات متوسطة وعالية. درجات الحرارة العظمى متوقعة يوم الأحد والصغرى ليلة الأحد على الاثنين، والأحوال الجوية متوقعة في مدن ومحافظات المملكة. نبدأها من تبوك 31 إلى 18، أجواء ملبدة بالسحب مع فرص لبعض الأمطار. إسكاكا 33 إلى 19، وفي عرعر من 31 إلى 20 مع ظهور كميات من السحب والغيوم. المناطق الغربية بعض الرياح النشطة في المدينة المنورة 36 إلى 23، في جدة 35 إلى 27، وفي مكة أجواء حارة من 29، وفي الطائف من 28 إلى 16 مع أجواء تقريبا مشمسة في هذه المناطق. فرص لبعض الأمطار كما ذكرنا رعدية في جبال جنوب غرب المملكة، درجة حرارة 25 إلى 13 في الباحة، 25 إلى 11 في أبها، و 34 إلى 27 درجة مئوية في جازان. شرقا في الإحساء تكون الأجواء مشمسة في معظم الأوقات، 35 إلى 19، في الدمام 34 إلى 24 مع أجواء رطبة للغاية في ساعات الليلة القادمة مع فرص لتشكل الضباب، وفي الليلة القادمة وتحديدا ليلة الأحد على الاثنين على وجه التحديد، وفي حفر باطن من 35 إلى 23 درجة مئوية. نختم هذه الجولة في المناطق الوسطى. في العاصمة الرياض 31 إلى 21، في بريدة من 33 إلى 20، وفي حائل من 31 إلى 19 درجة مئوية. إذن هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم دائما بخير ومحبة، إلى اللقاء.